السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم عندي، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم مايونيز اللي معتمد عندي. عندنا المقادير هي كاس الحليب، كاس زيت، علبه ياغورت طبيعي، جوج معالق خل ابيض، ثلاثه الفرماجات مثلثين، قليل من الابزار والملح في خلاط كهربائي. نفرغ الحليب ونضيف عليه جميع المقادير إلا الزيت. بعد نخلط الخليط جيدا، من بعد ما يتجانس نبداو نضيفو الزيت بشويه بشويه حتى يعقد لنا الخليط. اصبح عندنا المايونيز واجد، كنقدمه بهذا الشكل هذا. نتمنى تكون الطريقه ديالي عجبتكم، وما تنساونيش من اللايك والدعم ديالكم. شكرا، وفي فيديو ان شاء الله جديد ان شاء الله باذن الله.